أقول في مقطع القصيدة بعنوان كهينة آخر كلام. هذه معذبتي كهينة، سأهدي لها هذه القصيدة. أقول في مقطع القصيدة بعنوان كهينة آخر كلام، لما كهينة هذا الجفاء؟ أنا في هواك ذوب شقاء، تريك تضاهين كل النساء، تريك خلقت كما الأنبياء، تريك خلقت كما الأنبياء، ورحت تباهين وجه السماء، أنا قد عشقتك حتى الظما، دموع قصيدتي تبكي عزاء، دموع قصيدتي تبكي عزاء، لما يكهين هذا الدلال؟ ألست حق هواك كمثل الرجال؟ أظل أتوه بكل خيال، واسمك دوما يمر ببال، أحبك حتى الظلال، ألست أعرف الحب دونك؟ هذا محال وألف محال، وفي الفم اسمك ريق الزلال، فلو تعلمين مذا اشتغالي، أظل أطوف وحيدا وشعري يجوب كمثل النعال، لما كهين هذا الثناء؟ تريني كمثل الدراويش، عصفور أحمق يهدي غداء، أقول المرة الألف إن حبك ليس كذبا، أقول وقلبي بكل النقاء، أحبك عن صدقي ليس كلاما، كما يعتقدين يلوج بأدراج الرياح، أحبك يا سيدتي، أحبك يا أميرة قلبي، وحب الوحيد آخر كلام سأنطقها بقلبي، ولن أتردد أبدا كهينة. أحب ثلاثة في النساء. الأولى هي حواء أمي وأم النساء وأم البشر. الثانية أم التي أنجبتني في الحياة. أما الثالثة ما هي؟ هي أنت يا كهينة. طبعا أنت يا كهينة، حواء وأمي وأنت. آخر كلام، أحبك حتى الظلال، أنا لا أعشق دون سواك يا أميرتي، ولو ذبل الزهور الربيع كلها ما أهمني إلا بكهينة التي تسكن فؤادي أنا. سلام جمهوري وأحبائي، لا تنسوا اشتراككم ثم الجرس ثم الجام، من القلب إلى الوجدان. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً.